صارت في كل جانب. خل ركز عليه. ويكون عندك واحد ثاني لا بأس تجيده، لكنه ليس هذا قد تحتاجه في يوم من الأيام. سبحان الله. على طاري هذا أنا أشوف التقديم الخطابي بالنسبة لي أنا كيوسف أشوف الحمد لله إنه ما شاء الله يعني ماشي فيه، فكان بالنسبة لي يعني حب عظيم إني أروح أقدم في منشأة ولا في مكان أحسن من أعلق صوتي في البيت تقريبا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. مع أن التعليق الصوتي مجال ما شاء الله طويل جدا، ولذلك تتورط أنت إذا دخلنا في مجال الترفيه بتشوف ذا الليلة إن شاء الله. وإذا دخلنا لا الليلة عاد غير، بتشوف ذا الليلة الليلة غير. الله المستعان. والله اليوم أنا بالنسبة لي أنا متوتر اليوم جدا. لا ليه بالعكس. لا حق لا هو شوف شوف ال لا بس ماني متعود إنه فعلا متصل حقيقي يتصل وكذا. لا على يعني على أساس برضو يعرفون المشاهدين إنه اليوم اتصالاتكم بتكون بإذن الله تعالى مباشرة مع الشباب. يا سلام. اليوم تطبيقهم بيكون فيه اتصالات يعني أنتم لابد تتجهزون لها إن شاء الله. وعلى فكرة يكلمكم أحيانا طفل صغير شلون تتعامل معه، ولا يكلمك امرأة كبيرة كيف تتعامل معها فعلا. أو يكلمك شاب أحيانا شاب حيي مرة يكون يا الله يطلع الكلام منه، مش شلون تطلع منه الكلام. بعضهم لا جريء ممكن يأكلك الكلام، لازم تصير جاهز له. والغالب لا يصيرون حلوين يعني ما عندك تاخذ تعطي معاه وكذا واخذوا واحد اثنين ثلاثه خلاص. طيب مو ما عندنا مشكله اتصال. طيب اذا كان فيه خطا على قولتهم تقني من اتصالات صوتي ما هو واضح بالنسبه لهم، صوتي واضح كيف اوصل للرساله كيف تتكلم؟ صوت مو واضح عندي عادي طبيعتك. يروح الاتصال لا قدر الله يجي يعيد اتصاله مره ثانيه ما عليك من هذا عند الكنترول. ايه هذه مهمة ما لك دخل يعني فيها. متى أوصل مرحلة إني ما أسمع مثلاً غير واضح؟ هو لن تصل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لن تصل. أكثر في قوالب أخرى في قنوات كثيرة أو برامج أخرى هذا قل ما تحدث يعني قضية إنك ما تسمعه، لكن ممكن مثلاً هو يكون عجل في الكلام. نعم هنا الكنترول يصير سمعه يعطيك على طول. قال كذا قال كذا. إيه يساعدك يعني أحيانا الكنترول ما يسمع وإحنا سمعنا، وهذا صارت يعني مثلاً كم الرقم اللي قال كم الرقم اللي اختار حنا نقول لهم اختار كذا سامعينه صح حلو. الكنترول ما سمعه أحيانا العكس. سماعته في الاستوديو ولا على الأصل إنك تسمع قوي مكبر. إيه يعني مع الاتصالات إن شاء الله نشوف اليوم ردة فعلكم. الله المستعان. ردة فعلي زي الاتصال إن شاء الله راجع راسلني واتساب. هو على فكرة ترى الجمهور بيصير ترى الجمهور بيصير استيعابها أكثر منكم لأنها يعرف يعرف اللعبة ومراحلها. إيه لأنه شافها وتابعها وعرف مراحلها وكيف كانت اتصالاتهم وإلى آخره. أنتم ممكن لا صدقت أنتم أنا قاعد تعايشون الفكرة نفسها صحيح. فلازم نهدأ. أخطأ واحد منكم مثلا خطأ معين لا ترتبك أبد عادي مشي. أحيانا ممكن تقول مثلا بتقول معانا اتصال تقول مثلا معانا اتصال بغلطة مش الكلمة ذي اتصال قصدي ارجع عادي بين انك داري يعني ترى ما هي بعض الناس يبين انه مرتبك. اي مرتبك ما هو بيبين غصب يتضح انه مرتبك. انتم لا اخطيت عادي وش المشكلة عدل الخطأ على طول في نفس اللحظة ما عندك مشكلة. ويا كثر ما تحصل على فكرة انقطع الخط عادي. زهم عليك واحد قليل ادب ورمى كلمة عادي شكرا أعطيك العافية انت. يعني خل كأنك يعني خل القلب يستوعب الجميع. يا سلام. مهما اتصل مهما أهلا وسهلا. وانتبه لو أغلط عليك تكون ردة فعلك قاسية سلبية. عرفت يعني ما ممكن يجيك واحد يقول صراحة أنتم برنامجكم سيء ضعيف جدا وكذا وش تقول له هنا في الحالة دي؟ شكرا.